لقطع الطريق أمام حملات التشكيك والتأويلات، احتاجت حكومة الشاهد أسبوعين منذ إعلان الحرب على الفساد لعقد أول لقاء مع وسائل الإعلام. الوفد الوزاري تجنب الإدلاء بأي تفاصيل تتعلق بالقضايا والتحقيقات أو تقديم إيضاحات بشأن بقية مسار هذه الحرب، بقدر ما حرص على تأكيد أنها ماضية بثبات لضرب كل رموز الفساد. أملاك لتحديدهم، أملاك لم تكن أملاك حزوها بالعمل، لم تكن أملاك حزوها بالاجتهاد، لم تكن أملاك حزوها بمقتضى طرق شرعية للدولة، بل حيزت باستعمال النفوذ. اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية، خاطر وصلنا إلى قناعة أنه الوضع الاستثنائي يحتاج إجراءات استثنائية، واليوم البلاد في حال طوارئ، واعتمدنا على الأمر المنظم لحالة الطوارئ اللي هو اليوم إطار قانوني موجود في البلاد، وإحنا قلنا كما في الحرب ضد الإرهاب كما في الحرب ضد الفساد سنستعمل كل الوسائل القانونية المتاحة. لا تأكيد ولا نفي من الحكومة إن كانت الحرب على الفساد ستطاول نوابا تحوم حولهم شبهات فساد، أو ستفتح ملفات تمويل الأحزاب، أو ستتعقب مصادر الثروات المشبوهة لدى عدد من مسؤولي الدولة، بقدر ما كان التأكيد أن هذه الحرب ستفتح كل الملفات وتحيلها على القضاء دون استثناءات. هناك ضغط، وسيتواصل هذا الضغط على الحكومة وعلى كل من يريد أن يكافح الفساد فيها إذا صدقت في نيتها من أجل أن لا تقوم بذلك، وهذا جلي وواضح في الممارسات. الخروج اليوم والحديث من أجل أن لا يعطي أي معطى أو أي معلومة هو يمكن توجه حكومي واضح، تريد أن تعلن أنها تحارب لكن دون تقديم تفاصيل أو إيضاحات أو توجهات أو خطط عامة. التسريبات تشير إلى أن الحكومة تعمل تحت ضغط شديد من بعض الأحزاب وعدد من رجال الأعمال المتنفذين، ما يدفع المراقبين إلى توقع ازدياد العراقيل أمام اقتراب الحكومة من فتح ملفات خطيرة. حكومة الشاهد تؤكد أن الحرب على الفساد ليست حملة مرتبطة بآجال محددة، بل هي سياسة الحكومة عازمة على الذهاب فيها إلى آخر المطاف، حملة تحتاج فيها إلى دعم جميع القوى الوطنية. عماد شطرة، تونس، الميادين.